السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. النهاردة هنتكلم في موضوع الحلقة عن شيء مهم جدا أنا بتسأل عنه على طول، إزاي أعرف مشاعر الشخص اللي أنا بحبه؟ أنا بحب شخص معين بصدق، مشاعري تجاهه صادقة، وعايز اعرف هو بيحبني ولا لا، عايز اعرف مشاعره تجاهي بكل بساطة. زي ما قلت في علامات كتير بتوضح لنا مشاعر الشخص الاخر تجاهك، لكن النهاردة الحلقة هتبقى مختلفة. هنعرف مشاعر الشخص بيحبك ولا لا من خلال الادراك الحسي، من خلال حاسة الادراك الحسي لديك. هنفعل الادراك الحسي لديك. ناس كتير جدا مش عارفة يعني ايه ادراك حسي، مش عارفة ازاي تفعله، مش عارفة ازاي تعرف مشاعر الشخص اللي قدامها، سواء الشخص ده بيحبها او بيحقد عليها او بيكرهها، من خلال ادراكها الحسي. الادراك الحسي ده حاسة ربنا وضعها في الانسان علشان يستشعر مشاعر الشخص الاخر او الناس من حواليه، يعرف الناس من حواليه ويستشعر ويدرك ويحس هل هم فعلا بيحبوه ولا لا. احيانا انت بتتعامل مع اشخاص معينة وبتبقى حاسس ان هم مش بيحبوك، او انت مش بتبقى مرتاح لهم، مع ان هم ما يعملوش اي شيء يبين ان هم مش كويسين او ان هما مش بيحبوك، لكن انت بتبقى حاسس. الاحساس ده بيجيلك منين؟ الشعور ده بيجيلك منين؟ و99% بيكون شعور صح، وبيكون شعور في محله، وبيكون شعور صادق. الاحساس ده بيجيلك منين؟ الاحساس ده بيجيلك من خلال الادراك الحسي لديك. في ترددات وذبذبات لها شحنات معينة بتخرج منك بتتجه للشخص الاخر، هذه الشحنات اللي خارجة منك بتتردلك تاني. لما بتتردلك تاني انت بتبقى مستشعر وبتلتقط هذه الشحنات، وبتبقى عارف هذه الشحنات ايجابية او سلبية. بتبقى حاسس الشعور اللي جالك من الشخص الاخر ده، هل شعور ايجابي ولا شعور سلبي، وبناء عليه انت بتحدد مشاعرك تجاه الشخص الاخر. مثال بسيط، انت بتشتغل في مكان معين، جالك شخص جديد معاك في المكان، انت الاول وهلة لا اما بترتاح له يا اما مش بترتاح له، وتقول انا مش مرتاح لهذا الشخص، انا مش متوافق معاه، انا حاسس بعدم ارتياح تجاه هذا الشخص، مش هقدر اتعامل معاه. منين جالك هذا الاحساس؟ طاقة عدم الارتياح دي جات لك منين؟ جات لك من الشخص الاخر، انبعثت من الشخص الاخر ووصلت لك وانت شعرت بيها. ولو ما شعرتش بيها كان هيبقى شعورك تجاه الشخص الاخر لا مبالاة، مش هيبقى في شعور اصلا، هتتعامل معاه عادي. لكن انت بتبقى يا اما مرتاح يا اما مش مرتاح. احيانا الشعور بيبقى غلط، ولما بتتعامل معاه بترتاح، بس الشعور اللي بتحس بيه في الاول هو الشعور الصح، حتى لو الشخص التاني بين لك عكس ذلك. يعني انت مش بتبقى مرتاح لهذا الشخص والشخص الاخر بيعمل لك سلوكيات كويسة بيبين لك عكس ذلك تماما، لكن هو فعلا بيبقى مش مرتاح لك وانت مش مرتاح. صدقوا شعوركم وصدقوا احساسكم. الادراك الحسي حاسة زي الحواس الخمس بالظبط. اللي انت عينك بتشوفه مش بتكذبه، اللي ودانك بتسمعه مش بتكذبه، برضو اللي ادراكك الحسي يشعرك بيه صدقه، صدقه بيبقى صح لنسبة كبيرة. فالنهاردة اعلمكم ازاي تستشعروا من خلال ادراككم الحسي مشاعر الشخص الاخر تجاهكم، من خلال تمرين بسيط. تمرين بسيط هتعملوه اثناء الراحة وانتو رايحين تناموا. لازم يبقى فيه هدوء في الادراك الحسي عشان يتفعل بطريقة صح، لازم تكون في حالة استرخاء تام، لان احنا بنستشعر
مشاعر شخص مش قدامنا ومش بنستشعر اي مشاعر، لا احنا حاسين بمشاعر حب قوية، ترددات الحب عندنا لهذا الشخص قوية جدا. فعلشان يوصلكم شعور الطرف الاخر بصدق لازم تكون في حالة استرخاء، مش عايزة اي مشوشات تكون موجودة. هتغمض عينك، هتعمل تمارين التنفس 7 شهيق 7 زفير وانت مرتاح جدا. هتغمض عينك وهتتخيل هذا الشخص انه جاي لك في مكان جميل زي حديقة كبيرة وانت قاعد مستنيه، وهذا الشخص مقدم عليك جاي لك وانت مستنيه بلهفة. واول ما بيوصل عندك انت بتسأله على مشاعره تجاهك، الشخص هيجاوبك بكل صراحة وهتستشعر ده. اسأله كل الأسئلة اللي انت عايز تسألها له، الإجابة هتوصلك على طول. لو الشخص بيحبك فعلا هيقولك وهيعترف لك على كل شيء، وانت هتحس من خلال إدراكك الحس. لو الشخص متلاعب بيك هتعرف برضه، بس أهم شيء ركز على طاقتك انت، تكون مشاعرك حاضرة، تكون في حالة استرخاء تام، تتخيل الشخص بكل حذافيره كأنه 3D قدامك، كأنك في الحقيقة وشايف الشخص قدامك مجسم قدامك. مش عايزة أي مشوشات في هذه الفترة. اسمع الحلقة ونفذ لوحدك، ما تسمعش وأنا بتكلم، اسمع الحلقة وتخيل ونفذ اللي أنا بقوله لك. الشخص هيجي لك وهيعترف لك بكل شيء وانت هتحس وهتدرك. طيب في علامات هتظهر لك هتبين لك اذا كان الشخص ده فعلا اللي قاله صح ولا غلط ولا بيتلاعب بيك. اول ما تخلص هذا التمرين هتحس براحة كبيرة جدا، هتحس بفرحة شديدة جدا، هتحس ان انت عايز تنام وهتستغرق في نوم عميق انت ما نمتوش قبل كده. جربوا هذا التمرين وهتدعولي. فعلا كل المشاعر اللي الشخص هيعترف لك بيها هيكون هي المشاعر اللي هو حاسس بيها تجاهك. فانا عايزة التمرين ده يتم التمرين ده مش بعتبره تمرين تخاطر، انا بعتبره تمرين ذهني بسيط للادراك الحسي. تمارين التخاطر بتبقى مختلفة شوية عن هذا التمرين. التمرين ده انت بتفعل فيه الحاسة الستة، بتفعل فيه ادراكك الحسي، بتعتمد كليا على مشاعرك وعلى الاسترخاء، بتبقى هنا طاقتك متوازنة، طاقتك متوازنة. صدقوني هذا التمرين الذهني البسيط للإدراك الحسي من أقوى التمارين اللي هنعمل بها إيه؟ اللي هنعرف بيها مشاعر الشخص الآخر، اللي هنقوي بيها طاقتنا، اللي هنشعر بيها بالاسترخاء، اللي هنشعر بيها بالراحة، اللي بعدها هننام نوم عميق وهنحلم أحلام إيجابية، هنحلم أحلام إيجابية بهذا الشخص، والشخص هيجي لنا كمان في الأحلام وهيبعت لنا رسالة وهيعترف لنا بحبه. فانتوا لو نفذتوا هذا التمرين زي ما اقول بالظبط، صدقوني الاجابة هتوصل لكم بكل سهولة وبكل يسر وبكل بساطة. هتعرفوا مشاعر الشخص الاخر تجاهكم. فقط انا عايزة تفعيل للمشاعر، عايزة استرخاء، عايزة يكون ذهنك صافي، مش عايزك داخل على التمرين هذا وانت متعصب وانت متوتر وانت في شيء شغلك وانت في شيء حواليك في مربكات حواليك. لأ، التمرين الادراك الحسي لمعرفة المشاعر لازم هدوء واسترخاء تام. مش شرط زي ما قلت ممكن تتخيل الشخص في اي مكان، لكن المكان اللي تتخيله فيه يكون مكان يبعث على الارتياح برضو، يعني حديقة جميلة ما فيهاش حد، ما فيهاش ناس، ما فيهاش مشوشات زي الصورة اللي قدامك كده مثلا،
مش شرط تتخيله بالليل او نهار، ممكن تكون في الحديقة بالليل، ممكن تكون بالنهار، انت بقى شوف عقلك هيهيئ لك ايه وخيالك هيرسم لك ايه.